ظل مسلمو ألبانيا منذ الفتح الإسلامي لبلادهم حتى قيام الحرب العالمية الأولى في عام 1914 من الميلاد ينعمون بحكم الإسلام وعدل رجاله ويعيشون عيشة راضية وفي أمن وأمان، فلا خوف على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. وفي خلال الحربين الأولى والثانية العالميتين أصاب ألبانيا بلاء كبير فكانت نهبا للقوات المحتلة، لكن استطاع الألبان بعد ذلك إقامة دولة عاصمتها تيرانا، غير أن أعداء الإسلام لم يتركوا أهل ألبانيا ينعمون بالأمان في ظل دولتهم، بل تدخلوا لمحاربة الإسلام فيها. وفي سنة 1928 من الميلاد لما تولى عرش ألبانيا أحمد زوغو وكان حاقدا على الإسلام والمسلمين، قام بإلغاء الدروس الدينية في المساجد، بل حارب كل معلم من معالم الدين فيها. وفي سنة 1939 من الميلاد لما تعرضت ألبانيا للاحتلال الإيطالي الذي عمل على تنصير الألبانيين بكل السبل، فهدموا المساجد والمدارس وقتلوا عددا كبيرا من العلماء وهجروا الكثير من المسلمين من أهل هذا البلد، وكان من جملتهم أسرة الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. يقول عالم الدنيا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ما رأيت تحت أديم السماء عالما بالحديث في العصر الحديث مثل العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله أعجوبة من أعاجيب الدنيا في الجلد والبحث والتحقيق والذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد ترك لنا آثارا علمية يطول حصرها تدل على جلالة قدره وسعة علمه. الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ولد في ألبانيا، لكنه هاجر مع والده صغيرا، ولذلك تلقى التعليم الابتدائي في مدرسة الإسعاف الخيري في دمشق. ونظرا لأن والده كان من أهل العلم والفضل في ألبانيا وكان متمسكا بمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فقد قرر عدم إكمال ابنه للدراسة النظامية ووضع له منهجا علميا مركزا قام من خلاله بتعليمه القرآن الكريم وتحفيظه إياه وتدريسه لفقه الإمام أبي حنيفة، ودرسه الكثير من العلوم، وأخذ بيده إلى جماعة من العلماء في دمشق فأخذ عنهم علوما أخرى. على الرغم من توجيه والد الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله له وتحذيره من الاشتغال بعلم الحديث، فقد أخذ الشيخ الألباني بالتوجه نحو علم الحديث وعلومه، فتعلم الحديث في نحو 20 من عمره وحقق وألف فيه الكثير من الكتب. وقد حمل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله راية الدعوة إلى التوحيد والسنة في سوريا، حيث زار الكثير من مشايخ دمشق وجرت بينهم مناقشات في ذلك. لقد كان للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله جهود علمية وخدمات عديدة، منها اختارته كلية الشريعة في جامعة دمشق ليقوم بتخريج أحاديث البيوع الخاصة بموسوعة الفقه الإسلامي، وكان هذا في سنة 1955 من الميلاد، كما اختير عضوا في لجنة الحديث التي شكلت في عهد الوحدة بين مصر وسوريا، واختير عضوا للمجلس الأعلى للجامعة الإسلامية في سنة 1395 إلى 1398، وقد زار العديد من البلاد لإلقاء المحاضرات وحضور المؤتمرات. وللشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله مؤلفات عظيمة وتحقيقات قيمة تزيد على 100، ترجم كثير منها إلى لغات مختلفة وطبع أكثرها طبعات متعددة. وقد منح رحمه الله تعالى جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات تقديرا لجهوده القيمة في خدمة الحديث النبوي تخريجا وتحقيقا ودراسة. الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله من النشيطين في الدعوة إلى الله، فلم يكن ليكتفي بالتأليف حتى أضاف إليه الخروج إلى الناس وزيارتهم في بلدانهم وقراهم، فمنذ أن كان بالشام وهو يسافر إلى حلب وحماة وإدلب وغيرها. وقد ذكر بعض أهل القرى القريبة من دمشق أن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله كان يأتيهم كل أسبوع على دراجة هوائية، وكانت المسافة من دمشق إليهم حوالي 45 كيلومتر.
لقد ألقى الله محبة الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في قلوب الناس، فكانوا يتقاطرون عليه في محل إقامته في الأردن طوال الأسبوع، وما يحل في بلد إلا والناس مجتمعون عليه يرمقونه بأبصارهم متعجبين من حفظه وسعة علمه. ومع أن والد الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله كان يحثه على التمسك بمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، إلا أن الشيخ الألباني قد وجد نفسه في علم الحديث، فتعلم الحديث في نحو 20 من عمره، وكان أول عمل حديثي قام به هو نسخ كتاب المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار للحافظ العراقي رحمه الله، ثم صار بعد ذلك من أهل العلم والفضل ومن المتميزين في علم الحديث، فكثرت مصنفاته وآثاره العلمية رحمه الله. ومن المواقف التي حصلت لفضيلة الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله أنه اتصلت به امرأة تقول: رأيت في المنام كأني أطل من شرفة والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي وأنت تمشي خلفه. فبكى الشيخ رحمه الله تعالى، ثم أمر من حوله أن ينصرفوا. يا شيخ لا تسمع عندي، تعالها إن شاء الله تعالى بشرى. بشرك الله خيرا. عندي يا شيخ إحدى الأخوات رأت في المنام رأت رؤيا. خيرا رأيت. رأت نفسها على شرفة تقيم على الطريق، فرأت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تبسم صلى الله عليه وآله وسلم ونظر في الطريق، ثم لما كنا نمشي رأينا شيخا على تلك الطريق، رأينا شيخا فسلمنا عليه. فالأخت هذه سألتني في منام، قالت لي: من هذا الشيخ؟ فقلت لها: هذا الشيخ الألباني، فلعلها بشرى إن شاء الله أنه على طريق السنة إن شاء الله تعالى. فما تقول يا شيخ؟ انصرفوا يا اخوانا. رحل المحدث تاركا في اثره للسنه الغراء صرحا عاليا، يا ناصرا للدين ان بعد النوى ستظل دوما في الجوانح ثاويا. علمتنا. اشكر الاخ على ثنائه، وليس لي ما اقوله لقاء ذلك إلا الاقتداء بالخليفة الأول، فكان إذا سمع شخصا يثني عليه خيرا، وأعتقد أن ذلك الثناء مهما كان صاحبه قد غلا فيه، أما دام أنه خليفة رسول الله فهو بحق. ومع ذلك اللهم صل، ومع ذلك كان يقول: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. كان الشيخ ناصر رحمه الله تعالى ربما طالع وكتب في اليوم أكثر من 15 ساعة، لاحظ، يعني أكثر من ثلثي الوقت أو قريب من ثلثي اليوم يمضيه بحثا وكتابة. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. توفي الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله قبل يوم السبت في 22 من جماد الآخرة في سنة 1420 من الهجرة، الموافق 2 من أكتوبر
سنة 1999 من الميلاد، ودفن بعد صلاة العشاء. وقد عجل بدفن الشيخ لأمرين اثنين: الأول تنفيذ وصيته كما أمر، الثاني أن الأيام التي مر بها موت الشيخ رحمه الله والتي تلت هذه الأيام كانت شديدة الحرارة، فخشي أنه لو تؤخر بدفنه أن يقع بعض الأضرار أو المفاسد على الناس الذين يأتون لتشيع جنازته رحمه الله. وبالرغم من عدم إعلام أحد بوفاة الشيخ، إلا أن آلاف المصلين قد حضروا جنازته وشهدوا الصلاة عليه ودفنه رحمه الله تعالى.